بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم عن بيكتشر، إزاي نضيف بيكتشر لايبراري سلايد شو ويب بارت. أول حاجة هنيجي هنا عندي في الشير بوينت، هنقول أو هنكليك على السيتنج ونختار سايت كونتنتس. بعد كده بنختار add an app، وبعد كده بنختار picture library، واقول ال picture library دي هسميها picture slide show. اقول هنا create. بعد كده هيجي هنا على ال فين، نختار هنا نشوف النيو فين. بيكتشر سلايد شو، وبعد ما اجي هنا فيها هعمل ابلود، واقول هنا براوز، واختار هنا عندي طبعا هنا على الديسك توب وعندي فولدر، اخترت كل اللي فيه وقلت هنا اوكي. ظهر قدامي الصور زي ما انتم شايفينها كده. بعد كده هاجي للهوم او للبيج اللي انا عايز اضيف فيها، وهاجي هنا في البيج ادوس ايديت، وبعد ما اختار ايديت في عندي هنا انسرت ويب بارت. باجي هنا بختار الميديا اند كونتنت، وبعد كده بختار بيكتشر لايبراري سلايد شو ويب، واقول له هنا اد. بعد كده باجي هنا واختار edit web part. هنا اختار لي البيكتشر سلايد شو بتاعتي، وطبعا اللايبراري ريفيو قال لي هنا انت عايز ايه، الاول بيكتشر، قلت له ماشي. وهيختار هنا البيكتشر ديسبلاي مود، هل هو عايزها راندوم ولا الترتيب زي ما هي موجوده. بعد كده الشو تول بار ممكن اكون انا مش محتاجه او ممكن نخليه، مش هتفرق. وبعد كده هدوس هنا ابلاي، وبعد كده هنا اوكي. زي ما احنا كده شايفين ادي البيكتشر، بس هنا في نقطة ثواني. اجي هنا في التايم دايريشن اند شو بيكتشر اللي هي السكند، اقول مثلا كل 3 ثواني، واقول له هنا اوكي. وبعد كده زي ما احنا شايفين هتلاقي هنا الصورة عندي كل 3 ثواني بترندم لصورة تانية غير الصورة اللي موجودة عندي. طبعا الموضوع سهل وبسيط، وفي حاجات كتيرة بنقدر ان احنا نعملها عندنا في الشير بوينت. ودي كانت طريقة البيكتشر لايبراري سلايد شو ويب بارت. اتمنى ان شاء الله تكون الطريقة والشرح واضح بالنسبة لكم. لو حد عنده اي كومنت يبعته. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.